السلام عليكم. اليوم راح نجرب ان شاء الله الانفينيتي الاف اكس الفي 8 الاف اكس 50 اس. كان في بعض الطلبات من الشباب المره الماضيه جربنا الفي 6، اليوم نجرب ان شاء الله الفي 8. اشوفكم ان شاء الله بعد التجربه. طبعا بعد التجربة أقدر أقول لكم أن في فرق بين الـ V8 والـ V6. الموديل اللي أنا جربته اليوم كان سيارة الديمو 2011، بس تقريبا نفس المواصفات، اللهم بس أن الواجهة شوي متغيرة. الماكينة 390 حصان، قوة العزم 500، يعني أعلى بكثير من الـ V6. الشيء الثاني اللي لاحظته، السيارة يعني أقسى، صايرة سبورتي أكثر. الصوت طبعا أكيد صوت الـ V8 أحلى، فيها أشياء يعني ممكن تفيد اللي يحب السيارات اللي تكون قاسية شوي وسبورتي أكثر. والفرق بالسعر يعني تقريبا بالكويت ما يعادل 1500 دينار، يعني ما يعادل 20000 ريال إلى 25000 ريال. فلو ناخذها من الامام راح نلقى ان الفرق بين الفي 8 والفي 6، الانوار الاماميه متحركه يعني مع الدركسون تلف يمين ويسار، الجنوط او الرنجات 21، بس العرض التواير الكفرات نفس العرض 265. راح نلقى الكراسي الاماميه صايره سبورتي اكثر وفيها تحكم اكثر وقاسيه. راح نلقى الدركسون طبعا ثقيل. مساعدات السيارة او الدعاميات اللي يسمونها الادابتر، اللي على حسب الطريق اللي تمشي فيه تتحكم بنفسها، اذا كان في مطبات وحفر فيصير انعم شوي او اريح، اذا كان الطريق ما شاء الله يعني مستقيم مستوي تصير السيارة قاسية. الفرامل اكبر، الديسكات اكبر بالفي 8. الشيء اللي راح تلاحظه الفرق اول ما تبدا بالسياره والبريك بارد تطلع صوت وما تمسك مضبوط، سبب انها ستيل يعني لا زالت بارده، وبنفس الوقت السياره نفسها ثقيله. يعني ال 50S اثقل من ال 35 تقريبا 120 كيلو. ميزه ثانيه اللي راح تخلي السيارة
على اللفات تكون أرسى شوي، أن عندك المحور الخلفي أو الكفرات الخلفية لما تلف تلف مع الكفرات اللي قدام. طبعا فيها ميكانيزم، يعني كل ما تكون إذا كانت السرعة يعني داخل مدينة ماشي 20-30 تقريبا بهالحدود، لما تلف الأمامية يسار الخلفية تلف العكس عشان تكون اللفة يعني تتحاشى الرصيف. لما السرعة تزيد تعدل 100-120 تصير تلف مع التواير أو الكفرات الأمامية، وهذا يخلي السيارة أكثر ثبات. طبعا الوزن مثل ما قلت انه اعلى، بس ان زيادة الوزن شوي بالفيفتي قدام، يعني راح تحس بالوزن قدام شوي اثقل. ميزة ثانية ازرير التحكم بالدرايش الامامية والخلفية بالفي 8 كلهم، اللي هو اللي يسمونه وان تاتش، تفتح وان تاتش تسكر. كلمة الاخيرة بالسيارة، يعني اذا كان الفرق بحدود 20,000 انا ارى ان يعني تستحق المبلغ اللي بتحطها فيه، اذا فعلا انك تحتاج القوة اللي بالسيارة مثلا بالسفر راح تكون جدا السيارة ممتعة. اما اذا كان يعني تحتاج سيارة مريحة و يعني هادية و يعني من جميع النواحي ممتازة، أنا أشوف أن الفي 6 تكفي وتوفي. أتمنى أني جاوبت على أغلب الأسئلة عن الفي 8 والفي 6. إذا في استفسارات أنا موجود، ويعطيكم العافية.